محكمة العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري للهجوم العسكري على غزة، خصوصا في رفح الفلسطينية. شكري يشارك في اجتماع وزاري في فرنسا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية. تحذيرات دولية من تواصل القتال في رفح الفلسطينية، ويونيسيف تؤكد تفاقم الأوضاع المزرية التي يواجهها أطفال غزة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري، حيث تقف مصر سداً منيعاً أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة، خصوصا في مدينة رفح الفلسطينية، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. جاء ذلك خلال جلسة عامة للمحكمة في لاهاي بشأن النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. الإشارة إلى الإجراءات التالية: دولة إسرائيل يجب أنه بالتماثل مع التزاماتها تحت اتفاقية العقوبة الخاصة لجريمة الإبادة الجماعية، وتبعا للظروف السيئة التي يواجهها المدنيون في رفح، ألف ب من 13 صوت مقابل 2، ينبغي الإيقاف العدوان العسكري على الفور وأي إجراءات أخرى في رفح، والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وعلى ظروف حياتهم، والتي سوف تؤدي إلى الدمار الجسدي جزئيا أو بشكل شامل. قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، قال إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الراهنة الآن في الأراضي الفلسطينية، وتتوافق مع عدد من البنود والفقرات الواردة في القانون، واستنادا إلى التدابير الإضافية التي ورد ذكرها في طلب لجنوب أفريقيا السابق بوقف الحرب في غزة. وأوضح رئيس المحكمة أن العديد من التطورات والتغيرات الهائلة ترأى في قطاع غزة بسبب استمرار الصراع الذي قد تحول إلى كابوس بالنسبة للجميع. المحكمة تأخذ في الاعتبار أنه امتثالاً للالتزامات فيما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، أن إسرائيل ينبغي وأن توقف العدوان العسكري أو أي إجراءات في منطقة رفح، والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وظروف الحياة، والتي قد تؤدي إلى الدمار الجسدي جزئياً أو شمولياً. المحكمة تذكر أنه حسب الأمر في يناير 2024 قد طالبت إسرائيل أقتبس أن الإجراءات الفعالة لمنع الدمار وضمان الحفاظ على الدلائل التي تتعلق بالإدعاءات بشأن الإجراءات تبعا للمادة 2 و3 تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي
للعدل الدولية أمرت يا دكتور اليوم إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية. هل برأيك ستستجيب إسرائيل لما أمرت به المحكمة؟ لكل الأطراف في العالم وخاصة لإسرائيل، وبالتالي على إسرائيل أن تنفذ ذلك القرار، وإن لم تنفذه فإسرائيل تخرق القانون الدولي من ناحية وتدوس على قرار محكمة العدل الدولي. نعم. وبما أن المحكمة الدولية في بداية طريقها الطويل التي سيأخذ مدة طويلة وستصدر فيها قرارات مهمة، اي عدد امتثال سيؤخذ بعين الاعتبار في القرارات القادمه، وبالتالي ليس لاسرائيل اي وقعه بان تتعنت ولا تنفذ قرار المحكمه الدوليه. وكذلك الدول الاخرى عليها ان تقوم بكل الاجراءات لتنفيذ ذلك القرار، اي من منع ارسال الاسلحه لاسرائيل او ارسال اي تمويلات او اي تعامل مع اسرائيل الذي يجعل نعم. عملية الاقتحام نعم. وعملية القتل تتواصل. دكتور مجيد، يعني العدل الدولية أكدت أن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية. يعني برأيك ما هي الخطوات القادمة تحديدا ودوليا ضد إسرائيل؟ هذه أولا خطوة مهمة، لأن هذه الخطوة اليوم هي نعم. ويجب أن يسعى العالم تنفيذ هذه الخطوة، لأن مع فتح المعابر ودخول المساعدات سيدخل كذلك المراقبون الدوليون الذين سيتمكنون من الوقوف على الأدلة، أدلة الدمار الشامل، أدلة القتل، أدلة التزوير، وهذا سيساعد في إثراء ملف محكمة العدل الدولية، ثم سيساعد في إثراء محكمة الجنية الدولية. نعم. وبالتالي هناك إمكانية بأن يقوم نتنياهو بعملية الهروب إلى الأمام وينقلع عن ذلك، ولكن ستكون له عواقب مخيفة، والقرارات المرتقبة بعد ذلك ستكون تضييقا أكبر، لأن محكمة العدل الدولية لها دور حماية الشعوب الناس الضعفاء في العالم والشعوب الضعيفة، وبالتالي الفلسطينيون في غزه هي الطرف البعيد، ومحكمه العدل الدوليه تطبق القانون الدولي الذي يقول على محكمه العدل الدوليه واجب حمايه الشعب الفلسطيني الان، وستقول ومحكمه العدل الدوليه عليها ان تقوم بكل الاجراءات لحمايه الشعب الفلسطيني، وهذه نعم. المسؤوليه نعم. نعم. من باريس كنت معنا الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر. We'll be right back.
هذا وتحاكم محكمة العدل الدولية الدول والحكومات. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص المحكمة تقديم القضايا ليتم النظر بها. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس، ذلك للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع القدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين. آخر على إسرائيل أن تلتزم به في حماية المدنيين وحماية الموظفين الدوليين وموظفي الأمم المتحدة وتوفير كل مستلزمات الحياة لأهلنا في قطاع غزة بالحجم الكافي وبالسرعة المطلوبة، وفي المقدمة كذلك وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء في غزة. وهذه هي المهمة الأولى لنا نحن كمجموعة عربية في الأمم المتحدة، كانت ولا تزال طوال 8 شهور إلى أن تنفذ على أرض الواقع. الموضوع الثاني المهم الذي حدث اليوم وهو القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية التي نرحب بها أشد ترحيب، والقرارات الاحترازية التي طلبتها من سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي المقدمة منها وقف العمليات العسكرية في رفح. ونحن نقول أن هناك قرارات احترازية للمحكمة طالبت بوقف كل العمليات العسكرية في كل قطاع غزة التي تهدد أرواح المدنيين الفلسطينيين في كافة أرجاء القطاع، وطالبت بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات بالحجم المطلوب، وكذلك التصدي للتهجير القسري سواء 800,000 من حوالي رفح إلى أماكن أخرى أو التهجير القسري في كافة أنحاء قطاع غزة. نرحب بهذه القرارات الاحترازية ونضم صوتنا إلى صوت المحكمة
في ضرورة أن تلتزم إسرائيل، لأن قرار محكمة العدل الدولية هو إلزامي على كل الأطراف التي منضوية تحت راية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية، ولذلك لا يوجد على إسرائيل إلا أن تلتزم بتنفيذ جميع هذه القرارات التي طلبتها منها وفرضتها عليها محكمة العدل الدولية. ونشكر في هذا الإطار جنوب إفريقيا وكل الدول التي التحقت وأيدت طلب جنوب إفريقيا بطلب المزيد من القرارات الاحترازية لحماية أهلنا من هذه الحرب الإبادة الجماعية. وسنواصل العمل هنا في نيويورك ضمن المجموعة العربية والمجموعات المختلفة، وكذلك في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة، لنرى تنفيذ جميع هذه القرارات، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية. I just want to say a few things in English. We are here as Arab ambassadors addressing the media. We are grateful to you. أيها السادة، شاهدنا على الهواء مباشرة كلمة للمجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، حيث طالب مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إسرائيل بعدم ترهيب أو تهديد قضاة المحكمة الجنائية الدولية. يأتي ذلك في ظل تلويح إسرائيل وعدد من حلفائها بإمكانية فرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية بسبب دعوى المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين. تتفاقم الخلافات الحكومية في إسرائيل مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضاؤل فرص الحل السياسية. فآخر مظاهر هذه الخلافات يأتي في ظل اعتراض وزير المالية الإسرائيلي على خطط لتمويل شراء طائرات حربية لصالح الجيش. انقسامات لا تنتهي وخلافات جديدة تطفو على السطح، هذا هو الوضع في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في السلطة بين أعضاء الحكومة. ولعل آخر هذه الخلافات كان من وزير المالية سموتريتش الذي غادر اجتماع الكابينت السياسي بعد خلافات مع وزير الأمن يؤاف جالنت ورئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة. سموتريتش بعدما غادر الاجتماع أصدر بيانا شن من خلاله هجوما حادا على جالنت وهاليفي، واتهمهما بتعطيل عقد اجتماع للجنة الخاصة بفحص ميزانية الأمن وإصرارهما على مناقشة صفقة الطائرات في إطار الكابينت في محاولة لتجاوز اللجنة. ويعترض سموتريتش على المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F-35 و F-15، وذلك إلى حين عقد اجتماع اللجنة، فيما يحذر جالنت من أن عدم المصادقة على شراء الطائرات حتى نهاية الشهر سيؤدي إلى تأخر الصفقة 3 سنوات وارتفاع سعرها بنحو 1 مليار شيكل. وعلى جانب آخر، وخلال اجتماع لمجلس الحرب، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن الحاجة باتت ملحة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن هاليفي قال خلال الاجتماع إن جيش الاحتلال يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، لا سيما من خلال العملية في رفح الفلسطينية، مشددا على أن ذلك الضغط يجب أن يكون مرفقا بعملية سياسية لإطلاق سراح المحتجزين. الموقع أكد أن جميع الرؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك فريق التفاوض عبروا عن موقف واحد خلال اجتماع الكابينت، وشددوا على ضرورة التحرك عاجلا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين حتى ولو كان ذلك بثمن الاستعداد لمناقشة المقترح الأخير الذي وافقت عليه حماس وتقديم المزيد من التنازلات. هذا هو الوضع إذن حاليا على مستوى القيادة الإسرائيلية ما بين اضطرابات سياسية وضغوطات داخلية من أجل إتمام اتفاق الهدنة لتحرير المحتجزين.
أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتسريم جنوبي مدينة غزة. يأتي ذلك في إطار استمرار المعارك في مختلف أنحاء القطاع، على الرغم من إشارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى القضاء على كتائب حماس في شمال ووسط القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث 3 محتجزين كانوا في قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر. وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أنه تمت استعادة جثث المحتجزين من جباليا في شمال قطاع غزة. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك حكومته بإعادة المحتجزين سواء كانوا من الأحياء أو قتلى. قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إن فرص استعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تتضاءل يوميا. ودعا لابيد الحكومة الإسرائيلية للقيام بكل من شأنه تأمين إطلاق السراح. وقع أكثر من 200 موظف من مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة أعربوا فيها عن القلق المتزايد بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة. واستشهدت الرسالة بحكم محكمة العدل الدولية في يناير الماضي الذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. حذرت الرسالة من أن لا مبالاة الاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين تهدد بتطبيع نظام عالمي يكون فيه الاستخدام المطلق للقوة بدلا من النظام القائم على القواعد والذي يحدد أمن الدولة وسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن منظمات إغاثية دولية بأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الجوع بين المدنيين. وأضافت الصحيفة نقلا عن المنظمات الإغاثية أنه لا يجب انتظار إعلان حدوث المجاعة لمساعدة غزة لأن الوقت سيكون متأخرا جدا، مضيفة أنها تتوقع مجاعة في القطاع خلال وقت قريب حال عدم رفع إسرائيل القيود عن دخول المساعدات وتوقف القتال وأعودة الخدمات الحيوية. وفي السياق ذاته حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار أوضحت المنظمة الأممية أن الأكسجين سيتوقف عن الاستمرار أو مع استمرار عدم توصيل الوقود إلى مستشفى شهداء الأقصى مما يهدد حياة أكثر من 20 طفلا من حديثي الولادة. كما شددت المنظمة على حاجة قطاع غزة إلى ممرات آمنة لوصول العاملين في المجال الإنساني. في حدا؟
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن العمليات العسكرية والدمار والفقر والقيود على الحركة في الضفة الغربية المحتلة تولد الخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى خطورة الموقف هناك. يأتي ذلك في ظل تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات اقتحام متكررة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن تقييد الحركة بين هذه المدن والبلدات بالعديد من الحواجز الأمنية لتفتيش الفلسطينيين والاعتداء عليهم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني وكرم أبو سالم التجاري لليوم 18 على التوالي. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإغلاق يأتي وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع بسبب عدم تدفق الإمدادات المنقذة لحياة المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع. لا يزال معبر رفح من الجانب المصري مفتوحا، ولكن تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسبب في اكتظاظ الشاحنات أمام المعبر. وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني دخول المساعدات لسكان القطاع. المزيد عن الوضع عند معبر رفح يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة وننقل لكم الصورة من العريش ورفح فيما يتعلق بملف الإغاثات والمساعدات الإغاثية التي تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة. ولكن ربما الأبرز اليوم وهو منذ قليل اتخاذ محكمة العدل الدولية القرارات الخاصة التي تلزم إسرائيل وتأمر إسرائيل بعدة قرارات، أهمها هي وقف العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، السماح بدخول المساعدات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية، وأيضا السماح للجهات المختصة واللجان للتحقيق في قطاع غزة والدخول بشكل عام في قطاع غزة للتحقيق في قطاع غزة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية. هذه ربما القرارات جاءت بعد دعوة جنوب أفريقيا التي قدمتها في ديسمبر الماضي ضد قوات الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية، ثم خرجت محكمة العدل الدولية بقرارات في يناير ومارس لاتخاذ إجراءات احترازية هناك في قطاع غزة، ثم بعد ذلك تقدمت مرة أخرى جنوب أفريقيا في 10 مايو، وهذا بعد أن قررت مصر المشاركة جنوب أفريقيا واعتزمت على مشاركة جنوب أفريقيا في يعني قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. بعد 10 مايو بالطبع خرجت هذه القرارات لوقف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية. كل هذا يأتي بالطبع يعني وصول عدد كبير من المساعدات الإغاثية إلى العريش ورفح. هذه المساعدات كما ذكرنا هي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ولكن بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه المساعدات من معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، برغم من وجود ما يقرب من 500 شاحنة أمام بوابة معبر كرم أبو سالم، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات. ومصر ما زالت تؤكد على أهمية دخول هذه المساعدات من جانب مصر من معبر رفح المصري، وأيضا تحمل قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تحدث بالفعل في قطاع غزة وحملتها المسؤولية كاملة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة. هذا مع استمرار القصف المتواصل العشوائي في رفح الفلسطينية ونراه ونرصده من أمام بوابة معبر رفح المصرية. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.
نفى الجيش الإيراني فرضية وجود عمل إجرامي أسفر عن حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي مع 7 مسؤولين آخرين حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا. وأعلن تقرير أولي صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنه لم تتم ملاحظة أي أثر لرصاص أو ما شابه ذلك في باقي مكونات المروحية المنكوبة، بالإضافة إلى أن النيران اشتعلت في المروحية بعد حادث الاصطدام، مضيفا أنه لم تتم ملاحظة أي محتوى مثير للشبهة خلال الاتصالات بين برج المراقبة وطاقم الطائرة. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستسعى للانسحاب من أي عملية تابعة لحلف الناتو تهدف إلى دعم أوكرانيا ماليا أو عسكريا. وحذر أوربان من أن الناتو والاتحاد الأوروبي يتجهان نحو صراع مباشر أكثر مع روسيا. وأضاف رئيس الوزراء المجري أنه يتعين تحديد وضع المجر مجددا في نطاق الناتو، حيث يجري العمل على إيجاد السبل التي تسمح للمجر بالتواجد كدولة عضو في الناتو دون المشاركة في عملياته خارج أراضيها. ندد الكرملين بما وصفه بالدعوات المتهورة التي أطلقها مشرعون أمريكيون للسماح لأوكرانيا بأن تستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب الأراضي الروسية، معتبرا هذا الأمر تصعيدا. وتؤكد كييف أنها قادرة على ضرب القواعد الخلفية الروسية ومواقع داخل روسيا بواسطة الأسلحة التي زودها بها الغرب إذا ما سمح لها بذلك، ولكن الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيين يمنعونها من استخدام هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية خوفا من توسيع نطاق الحرب. أعلنت روسيا عن عملية تغيير واسعة النطاق في مناصب القيادة العسكرية بجيشها. وقد تم اعتقال عدد من الجنرالات والمسؤولين العسكريين بتهم الفساد. ويأتي هذا التحول بعد استبدال وزير الدفاع سيرجي شويغو بالاقتصادي أندريا بيلوسوف. وتأتي هذا التغيرات في هذا الإطار حيث هناك جهود متواصلة لتعزيز الجاهزية العسكرية الروسية وتعزيز قدراتها على التصعيد للتحديات المختلفة. بعد مرور أكثر من 2 عامين على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، يبدو أن هناك عملية تغيير واسعة النطاق في مناصب الجيش العليا. فخلال الأسابيع الأخيرة أوقفت موسكو 4 جنرالات بتهمة الفساد، إذ تسعى للإصلاح بهدف تحقيق النصر في أوكرانيا. روسيا تجري عملية تغيير تتزامن مع استبدال وزير الدفاع سيرجي شويغو بعدما تولى منصبه لفترة طويلة بالاقتصادي أندري بيلوسوف الذي خلفه في 12 مايو، وهو لا يتمتع بخبرة عسكرية. وسائل إعلام روسية ذكرت أن محكمة عسكرية أمرت أيضا بتوقيف الجنرال فاديم شمارين نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية ووضع شمارين رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة قبول رشوة ليكون آخر من دفع ثمنا في إطار عملية التطهير. ويواجه هذا الجنرال الرفيع المستوى والمسؤول عن الاتصالات، وهي مجال واجهت فيه القوات الروسية مشاكل كبيرة في بداية العملية الروسية وفقا لمحللين، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ومنذ نهاية أبريل أوقف مسؤولان آخران رفيع المستوى في الجيش الروسي، هما تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع ويوري كوزنيتسوف المسؤول عن الموارد البشرية. وأقيل نائب وزير آخر على الأقل، وهو يوري سادوفينكو، وحل مكانه مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة أوليغ سافيلييف، القائد السابق للوحدة 58 في الجيش الروسي المقاتلة في أوكرانيا. الجنرال إيفان بوبوف أوقف أيضا بتهمة الاحتيال، وكان بوبوف قد أقيل الصيف الماضي بعدما نبه إلى الصعوبات على الجبهة في أوكرانيا.
الكريملين من جانبه نفى تنفيذ حملة تغيير تستهدف كبار المسؤولين العسكريين الروس في أعقاب موجة من التوقيفات داخل وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الحرب ضد الفساد جهد متواصل، لكنها ليست حملة تطهير في مواجهة حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تصاعد التوترات بين بكين وتايبيا، والصين تستعرض القوات بتدريبات عسكرية بعد خطاب رئيس تايوان. أعلنت تايبيا أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصينية دخلت المياه الدولية لتايوان في حماية سفينتين عسكريتين. وصرح خفر السواحل التايواني في بيان بأن هذه هي المرة 8 هذا الشهر التي تبحر فيها سفن تابعة لسلاح خفر السواحل الصيني في المياه المحرمة، مناشدا الصين لممارسة ضبط النفس والتوقف فورا عن سلوكها غير العقلاني على حد وصفها. أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية حول تايوان بهدف إظهار قوته والتصدي لأي تدخل أجنبي في المنطقة. يأتي هذا التصعيد بعد خطاب ألقاه رئيس تايوان في حفل تنصيبه، دعا فيه بكين إلى وقف التهديدات، مما زاد من التوتر بين الجانبين. في محاولة لإظهار قدرة الصين على السيطرة على المسطحات البحرية ومنع تدخل قوات أجنبية، أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية حول تايوان على مدار يومين. التدريبات الصينية شملت اختبار القدرة على السيطرة على السلطة والسيطرة على مناطق رئيسية، وهي تدريبات قالت الصين إنها أطلقتها لمعاقبة رئيس تايوان لي تشينغ تي. القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي قالت إن التدريبات بدأت في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني، بعد 3 أيام فقط من تولي لي منصبه، وهو رجل تعتبره بكين انفصالية. الصين التي تعتبر تايوان أرضاً تابعة لها انتقدت الخطاب الذي ألقاه رئيس تايوان في حفل تنصيبه، وحث فيه بكين على وقف تهديداتها، وقال إن جانبي المضيق لا يتبع بعضهما بعضاً. في المقابل حشد الجيش التايواني قواته وقال إنه واثق من قدرته على حماية الجزيرة بعد أن بدأت الصين تدريبات عقابية حول تايوان، فيما قالت إنه رد على تصرفات انفصالية. وأدانت وزارة الدفاع التايوانية التدريبات قائلة إنها أرسلت قوات إلى مناطق حول الجزيرة وإنها واثقة من قدرتها على حماية أراضيها. وعرض رئيس تايوان لي تشينغ تي مرارا إجراء محادثات مع الصين لكنها رفضت، وقال إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله ويرفض مطالبات بكين بالسيادة على تايوان. نذر الحرب تخيم من جديد على المنطقة بين الصين وتايوان، مع إعلان بكين قيامها بمرارات واسعة حول الجزيرة التي تعتبرها تابعة لها، في خطوة تمثل أحدث مظاهر التوتر والتصعيد بين الجانبين بعد تكرر أحداث وصفتها تايوان بالاستفزازية من تحليق طائرات وإجراء مناورات عسكرية بالمنطقة. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد مؤشرات في كوريا الشمالية على استعدادات محتملة لإطلاق قمر صناعي في إطار جهود لوضع مركبة استطلاع عسكرية ثانية في المدار. وأوضح مسؤول عسكري كوري جنوبي أن أجهزة المخابرات في بلاده وفي الولايات المتحدة تراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية. وأضاف المسؤول أنه تم رصد الأنشطة في منطقة بشمال غرب البلاد، حيث يوجد مركز للرحلات الفضاء الروسي لكوريا الشمالية. أعلنت أرمينيا قيامها بإعادة 4 بلدات حدودية إلى أذربيجان، والتي كانت قد سيطرت عليها في تسعينيات القرن الماضي، في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مجلس الأمن القومي في أرمينيا قوله
إن أرمينيا وأذربيجان تسحبان قواتهما من منطقة تاوش قازاخ الحدودية التي تنازعت عليها الدولتان من قبل، وذلك في إطار اتفاق البلدين على ترسيم الخط الحدودي في المنطقة. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة. وتضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة. وأظهرت الأنشطة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من كفاءة واستعداد قتالية وقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي صحة إفريقيا تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة. وتبدأ فعاليات المؤتمر في الفترة من الرابع وإلى السادس من يونيو القادم. ويعد المؤتمر الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، ويستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية. كما يعد المؤتمر فرصة ذهبية للشراكة العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، وبما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى القارة السمراء. أطلق التحالف الوطني قافلة ستر وعافية في نسختها 30 بالقاهرة، والتي استهدفت أكثر من 20,000 مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان، وبمشاركة كيانات ومؤسسات للتحالف الوطني. وشملت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، منها الخدمات الطبية التي تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتحضير قوائم العمليات للحالة التي تستدعي ذلك. كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية. وتضمنت القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة. كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة والكثير من الأنشطة. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما أميرة وحكمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. وشهد اللقاء متابعة المباحثات الفنية بشأن مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ ضمن برنامج نوفي الذي نتج عن دمج مشروع تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا ومشروع إنشاء نظم الإنذار المبكر. وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي 13 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار في مجالات عدة، ومنها التعليم والصحة والنقل. في إطار جهود الدولة في دعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلي، أكدت الحكومة أن مصنع الشرقية للسكر يعتبر أكبر مصنع لإنتاج السكر من البنجر ضمن أكبر مصانع الشرق الأوسط. هذا ويتميز مصنع الشرقية للسكر بامتلاكه أحدث معدات في الشرق الأوسط عن طريق التعاقد مع شركات ألمانية وفرنسية وبلجيكية.
اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة الذي هو محورها ورؤيتها في خطة الإصلاح الهيكلية، برز الاهتمام الذي توليه الحكومة بمصانع القطاع الخاص أو التي تتشارك معها، لا سيما في إطار جهود الدولة للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج أو زيادة الصادرات لجلب موارد دولارية أكبر. الحمد لله مصنع الشرقية للسكر بيساهم بحوالي 15% من إنتاج السكر في مصر. احنا البنجر المشغول عندنا بيوصل ل 2 مليون طن، بننتج حوالي 250 ألف طن سكر أبيض. الحمد لله المصنع قايم على أحدث تكنولوجيا في العالم. مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة واحد من تلك المصانع التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا، فالمصنع تم إنشاؤه على مساحة 1,800,000 متر مربع. في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة بصفة أساسية، وهو المحور الأساسي في رؤية الدولة وفي خطتها للإصلاح الهيكلي، فإحنا كان مهم جدا أن إحنا نزور بعض المصانع اللي احنا كمشاركين فيها، سواء كان من خلال المؤسسة الإسلامية لدعم القطاع الخاص وتمويل التجارة ومصر، وأنا محافظ مصر في البنك الإسلامي. المصنع يوفر حوالي 15% من احتياجات السوق المحلية من السكر، ويقوم بتصدير نحو 65 مليون دولار سنويا لدول مثل الصين وكوريا ودول أوروبا، ويوفر وظائف لنحو 713 عاملا وموظفا بشكل دائم، إلى جانب نحو 350 عاملا من العمالة الموسمية. استكمالا للتعاون اللي بيننا وبين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اللي هي أحد المساهمين وأكبر المساهمين الموجودين في الشركة، وكان الغرض من الزيارة هي يعني الاطلاع على آخر المستجدات في المصنع وبيشوفوا بالضبط المصنع وصل لغاية فين. لو نتكلم على المراحل اللي بيمر بيها البنجر في التصنيع، البنجر من أول ما بيدخل أول محطة بيمر عليها في المصنع بتبقى محطة الموازين، بعد محطة الموازين بتتوزن السيارة علشان نعرف بالظبط الوزن بتاع البنجر اللي موجود عليها قد ايه، بتخش على معمل الاستقبال، معمل الاستقبال بياخدوا عينه من كل عربيه علشان يعرفوا درجه الحلاوه اللي موجوده في البنجر. الاثنين دول الوزن والحلاوه اللي بنقدر نحاسب عليهم المزارع اللي مدخل البنجر في المصنع. المصنع يعتبر اكبر مصنع لانتاج السكر من البنجر داخل مصر وضمن اكبر مصانع الشرق الاوسط، حيث يتميز بامتلاكه لاحدث معدات في الشرق الاوسط عن طريق التعاقد مع شركات المانيه وفرنسيه وبلجيكيه. مصنع الشرقيه للسكر بمدينه الصالحيه الجديده يستخلص السكر الابيض من محصول البنجر مع تصديره للخارج، وتبلغ طاقته التشغيلية أثناء موسم البنجر 12 ألف طن يومياً بإجمالي 1.6 مليون طن سنوياً، وتنتج منها 250 ألف طن من السكر الأبيض، بالإضافة إلى 100 ألف طن من الأعلاف الحيوانية و100 ألف طن من الملاس وتصدر للخارج. وبدعم الدولة للقطاع الخاص وتطوره، حصل مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة على العديد من شهادات الجودة، وهو مصنف ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث تقيم الأسواق أحدث تعليقات من البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة بظل التضخم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار، وارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 26% إلى 81.57 دولار للبرميل، كما ارتفعت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 48% إلى 77.24 دولار للبرميل. وكذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 14% لتصل إلى 42.40 دولار لللتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.32% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصة الإمارات تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط الخام بعدما أثارت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا المخاوف من أن التضخم قد يطيل فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وبحد من الطلب على الوقود، وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6% ليصل إلى أدنى مستوى في أكثر من 27 شهرا، ونزل مؤشر أبوظبي بنسبة 2.3% في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أكتوبر. وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.3% عند الإغلاق وخسر 1.4% على مدار الأسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر.
تراجعت الأسهم الأوروبية وفي سبيلها لتسجيل أكبر نسبة انخفاض أسبوعية في أكثر من 5 أسابيع في وقت ظهرت فيه مؤشرات على استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتعافي اقتصاد منطقة اليورو، ما أدى إلى تقليص آمال تنفيذ بنوك مركزية كبرى لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 7%، وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة لأكبر خسائر، وهبط مؤشر قطاعها بنسبة 1.4%، وتلاها قطاع شركات المرافق ثم البنوك. ارتفع احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بنسبة 9%، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ عامين. وكشف البنك المركزي الروسي عن صعود احتياطات روسيا الدولية خلال الفترة من 10 وحتى 17 من مايو الجاري بمقدار 5.3 مليار دولار لتصل إلى 603.7 مليار دولار، وكانت الاحتياطات قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 643.2 مليار دولار في فبراير 2022. تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في إبريل، ما يشير إلى على الأرجح لأن بنك اليابان سوف يتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة حيث لا يزال الاستهلاك هشا. وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد والذي يتسنى المواد الغذائية ويستثني المواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 2.2% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في مارس. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس، مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة في الأجور الأساسية. انتهت جولتنا الاقتصادية، ومن جديد عودة إليكم حكمة أمير. زميلتي شروق عماد الدين، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. محكمة العدل الدولية تأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري للهجوم العسكري على غزة خصوصا في رفح الفلسطينية. شكري يشارك في اجتماع وزاري في فرنسا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية. تحذيرات دولية من تواصل القتال في رفح الفلسطينية، ويونيسيف تؤكد تفاقم الأوضاع المزرية في التي يواجهها أطفال غزة. إذن انتهت نشرة السادسة، دمتم في أمان الله. في أمان الله. We'll be right back.